بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس السماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفي آمن خوفي وأقل عثرتي وأذهب حزني وحرصي وكن لي وخزني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس السماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفي آمن خوفي وأقل عثرتي وأذهب حزني وحرصي وكن لي وخزني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس السماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفي آمن خوفي وأقل عثرتي وأذهب حزني وحرصي وكن لي وخزني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار، ومظهر الأنوار، ومركز مدار الجلال، وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك، آمن خوفي، آمن خوفي، وأقل عسرتي، وأذهب حزني، وحرصي، وكن لي وخذني إليك مني، وارزقني الفناء عني، ولا تجعلني مفتونا بنفسي، محجوبا بحسي، واكشف لي عن كل سر مكتوم، يا حي يا قيوم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار، ومظهر الأنوار، ومركز مدار الجلال، وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك، آمن خوفي، آمن خوفي، وأقل عسرتي، وأذهب حزني، وحرصي، وكن لي وخذني إليك مني، وارزقني الفناء عني، ولا تجعلني مفتونا بنفسي، محجوبا بحسي، واكشف لي عن كل سر مكتوم، يا حي يا قيوم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار، ومظهر الأنوار، ومركز مدار الجلال، وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك، آمن خوفي، آمن خوفي، وأقل عسرتي، وأذهب حزني، وحرصي، وكن لي وخذني إليك مني، وارزقني الفناء عني، ولا تجعلني مفتونا بنفسي، محجوبا بحسي، واكشف لي عن كل سر مكتوم، يا حي يا قيوم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله الرحمن الرحيم.
الرحيم اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفي آمن خوفي وأقل عسرتي وأذهب حزني وحرصي وكن لي وخذني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.